مع اقتراب الأزمة الروسية الأوكرانية من دخول شهرها 18 من المواجهات العسكرية المستمرة بين الجانبين، تحولت منطقة حيوية عالميا إلى ساحة معركة، وبشكل خاص خلال الأسابيع القليلة الماضية. وبينما أصبح البحر الأسود منطقة ساخنة تشتعل فيها المواجهات، وجد المزارعون الأوكرانيون أنفسهم في دائرة عدم يقين حول طريقة بيع الحبوب في ظل المواجهات المتزايدة بين القوات الروسية والأوكرانية، لا سيما في أعقاب انسحاب موسكو من اتفاقية الحبوب. تلك التداعيات ألقت بظلالها بلا شك على قطاع الزراعة في أوكرانيا، حيث أكد رئيس قطاع الزراعة بإحدى المناطق الأوكرانية عدم وجود أي فكرة عن المكان الذي سيذهب إليه حصاده من الحبوب، والذي بلغ 4800 طن، مؤكدا أنه يواجه أزمة في الوقت الحالي تتمثل في صعوبة تصدير ما يصل إلى 90% من محصوله عبر ميناء أوديسا. المزارع الأوكراني الذي يعد واحدا من آلاف آخرين يواجهون الأزمة نفسها، أوضح أن التكاليف اللوجستية الباهظة وإغلاق الموانئ أدت لارتفاع أسعار شحن الحبوب، وفي الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط الدولية لاستعادة صفقة الحبوب، يتساءل المزارعون الأوكرانيون عن إمكانية توفير الغذاء الضروري للناس التي تكافح الجوع في ظل ارتفاع سعر كل خطوة في سلسلة التوريد بسبب المخاطر المرتبطة بالحرب، وهو الأمر الذي أجبر بعض المزارعين على إنتاج كميات أقل من القمح والتحول إلى منتجات زراعية أخرى. مهندس زراعي أوكراني قال إن هناك طرقا محدودة للتصدير عبر نهر الدانوب، مشيرا في الوقت ذاته إلى الغموض المتزايد حول استهداف روسيا للموانئ الأوكرانية. المشكلة هي أولا وقبل كل شيء بالنسبة لنا وللمجتمع الدولي، هي أنه لا يمكن بيع منتجاتنا نتيجة للتدمير الجزئي للبنية التحتية للمواني أو حظرها. التطورات الأخيرة تأتي تزامنا مع تصعيد روسيا هجماتها على الموانئ الأوكرانية والبنية التحتية للحبوب، في حين ترد أوكرانيا بضرب موانئ روسيا المطلة على البحر الأسود، ما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع أسعار القمح والذرة في الأسواق العالمية.